اليوم نناقش ظاهرة اجتماعية تنتشر في المناطق الصحراوية في موريتانيا والمغرب أيضا، وهي ظاهرة التسمين القصري ودفع الفتيات إلى تناول الطعام لتهيئة للزواج. ما هو سبب وراء تلك العادة؟ وما هي أضرارها وسبل مواجهتها؟ هذه هي محاور موضوعنا الرئيسي. وفي شباك الفنون نتعرف على تفاصيل وخبايا فيلم الطفلة 268 والأطفال اللاجئين المفقودين في أوروبا، والذي سيعرض مساء اليوم على شاشة التلفزيون العربي ضمن برنامج شيفرة. أما في شباك المهجر فسنعرف على مسيرة عازف البيانو السوري رياض نيكولا، فتابعونا. نبدأ تفضيلاتنا بصورة اليوم من فلسطين، حيث أصيب فلسطينيين بجراح والعشرات بحالات اختناق اليوم الاثنين خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية قصرة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت عقب تنظيم مسيرة لعشرات المستوطنين على مدخل بلدة قصرة بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين. أما فيديو اليوم فيأتينا من كوريا الجنوبية، حيث انطلقت فوق شبه الجزيرة الكورية أكبر مناورات جوية مشتركة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وذلك بمشاركة 230 طائرة عسكرية على رأسها 6 طائرات شبح أمريكية مقاتلة من طراز F-22 وعشرات آلاف الجنود. وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أن المناورات فوق شبه الجزيرة الكورية تجري سنويا، وذلك لتعزيز الموقف الدفاعي، إلا أنها هذه المرة تعتبر تدريبا غير مسبوق من ناحيتي الحجم والقوة، وهو ما وصفته كوريا الشمالية بأنه استفزاز شامل. وتأتي هذه التدريبات بعد 5 أيام على اختبار بيونغ يانغ صاروخا جديدا عابرا للقارات، تقول أنه يجعل كامل أراضي الولايات المتحدة في مرماها. وفي مثل هذا اليوم الرابع من ديسمبر كانون الأول عام 1991، تم تحرير آخر رهينة أمريكي في لبنان تيري أندرسون بعد 6.5 سنوات من خطفه بواسطة حزب الله. أندرسون هو صحفي أمريكي كان مراسلا لوكالة أنباء أسوشيتد بريس، وتعرض سنة 1985 للاحتجاز على يد حزب الله، وظل رهينة لدى الحزب. Spent the day pacing the room and playing solitaire and waiting. I think this last 24 hours have been longer than the whole 6.5 years beforehand. إذن مشاهدينا إلى موضوعنا الرئيسي لليوم، وهو التسمين القصري أو البلوح كما يسمونها في موريتانيا، وهي عادة اجتماعية في البيئة الصحراوية توجد في بعض المناطق في موريتانيا وفي المغرب أيضا، حيث يتم إجبار الفتيات على تناول الطعام لتهيئتنا للزواج المبكر. ظاهرة اجتماعية رغم انحصارها، لكنها تشكل خطرا كبيرا على الفتيات، ليس على المستوى الصحي فقط حيث يدفعون ثمن هذه السمنة طوال عمرهم، بل أيضا على المستوى النفسي والآثار الذي يتركها هذا التسمين. نذهب إلى موريتانيا لنتعرف أكثر على تفاصيل وحول هذه القضية، ومن ثم نبدأ نقاشنا مع الضيوف. عقود مرت وما تزال رملة تتذكر بحسرة ما تعرضت له من قسوة وألم ومرض جراء خضوعها في بداية حياتها للتسمير القسري من أجل تهيئتها للزواج في وقت مبكر.
أنا هاي كنت من ضحايا تسمين الآليات، وحلت وسمنت من الشحم منين عاد ما نقدر نخاف من باء. رأيت عليه المرض ورأيت عليه الضغط والمعدة، أتركت عني وانتقل عني السمن. أثر صحية خطيرة، ومع ذلك ما يزال التسمين القسري عادة تمارس وإن على استحياء على هذه الشاكلة، خاصة في المناطق الريفية حيث يندر الوعي بآثار الظاهرة ومخاطرها على الصحة البدنية والتوازن النفسي للبنت. ولمواجهة هذه الظاهرة تشكلت بعض منظمات المجتمع المدني لتنبري في مواجهتها والتحذير من مخاطرها. ظاهرة التسمين في الفترات الماضية كانت عقلية، أنا عقلية المجتمع الموريتاني القديم كانت ظاهرة جميلة بالنسبة للمرأة، واليوم أصبحت ظاهرة سيئة لأن المرأة الموريتانية أصبحت حاضرة في جميع المجالات التنموية ولازم لها أن تشارك أخوها الرجل. نحن كجمعيات المجتمع المدني نقوم بتحسيس وتغيير العقليات داخل الأسر الموريتانية خاصة في الريف. وكان للأطباء دور فاعل في التحسيس بمخاطر ظاهرة التسمين القسري وما ينجر عنها من أضرار بسبب مخلفات الزواج المبكر. السمنة عند المجتمع الموريتاني كان ضروري عند أن المرأة تولد سمينة، ولكن مع تقدم الزمن والعلم أثبت العلم عن السمنة عندها أضرار أخطر خطيرة جدا على الإنسان، خصوصا النساء اللي في مجتمعنا هم اللي دائما زينا عندهم السمنة. من هذه الأضرار هي الأمراض القلبية، أمراض الشرايين. هذه التحذيرات لم تثني كثيرات عن ممارسة هذه الظاهرة رغم ما لها من مخاطر وأضرار. تسمير البنات إذن من العادات التي ما تزال عصية على الاجتثاث والاقتلاع في بلد ارتبط واسم الجمال واكتمال معاني الأنوثة في موروثه بزيادة البسطة في الجسم. تراجعت نسبيا ظاهرة التسمين القسري للبنات هنا في موريتانيا، لكن محو الظاهرة وآثارها بشكل جذري ما يزال أمرا صعب المنال لارتباطه بالعادات والموروث الثقافي. محمد عبد الله ممي، التلفزيون العربي، واكشور. وللمزيد حول هذا الموضوع نرحب معنا من نواكشوط حنان محمد، وهي سيدي وهي صحفية وناشطة حقوقية، وأيضا معنا من لندن هبة عجمي استشارية في الصحة العامة. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة حنان، يعني الأكيد بأن موضوع التسمين القسري وتسمين المرأة بغرض الزواج ليس هو السبب الرئيسي، إنما قد تكون هناك عادات تقاليد. هل هناك أسباب أخرى تقف وراء موضوع التسمين القسري بغرض الزواج؟ شكرا لك زميلي العزيز. في البداية وبالحديث عن التسمين القسري للفتيات في موريتانيا، تعتبر السمنة تقليد ضارب منذ القدم وتوارثته الأجيال، وهي ظاهرة كانت تتم تحت الإكراه، حيث تقوم الأم بضرب ابنتها من أجل تناول الطعام، إذ أن النحافة في موريتانيا ظاهرة يمقتها هذا المجتمع. طيب يعني سألتك حنان، هل هناك أسباب غير موضوع بغرض الزواج، غير موضوع غرض قد تكون معايير الجمال في 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 ذاك الوقت، هل هناك أسباب أخرى لموضوع التسمين؟ فعلا بعيدا عن كون السمنة هي معيار أساسي من معايير الجمال، والمجتمع الموريتاني لازال وكان ينظر بنظرة نمطية لدى الفتاة الموريتانية بأن السمنة هي معيار من الجمال، ولكن إذا ما أرجعنا موضوع السمنة في المجتمع الموريتاني يكون ذلك المفهوم بأن
أن المجتمع الموريتاني لديه قيم وتقاليد وعادات تكون بأن أو تقول بأن الفتاة إذا كانت ميسورة الحال ستكون بدينة، وإذا كانت فقيرة فإن ذلك ستكون رشيقة، وبالتالي تلجأ الفتيات ويلجأ تلجأ أهاليهن إلى تسمينهن. يعني قد يكون الفقر سبب جيد في مثل هذه الأحوال. أذهب إلى لندن وهبة. هبة، يعني أنت استشارية في الصحة العامة، لو ممكن يعني نحن نسلط الضوء ليس فقط على موضوع التسمين وهذه الظاهرة التي يعني منتشرة بشكل كبير، وإنما عن مخاطر هذه الظاهرة، مخاطر إن كانت نفسية وإن كانت جسدية، من موضوع السمنة، موضوع المواد، إن كان جميع الأكل الذي يتم يعني دفعه إلى الفتيات في مقتبل العمر. أولا شكرا على استضافتي. ثانيا الموضوع، موضوع السمنة هو موضوع يشغل بال المسؤولين الصحة العامة في كل العالم الآن، لأنه هو رقم واحد في أسباب الموت. أسباب الوفاة في العالم الآن هي أمراض القلب، والتي غالبا ما تنتج عن السمنة، الأمراض الشرايين والقلب. فمع أنه هناك الكثير من الأمراض الخطيرة الثانية، لكن الآن السمنة هي أكبر من خطرا من هذه الأمراض الأخرى بسبب الإحصائيات. الإحصائيات تثبت أن الوفيات الآن من السمنة أكثر بكثير من باقي الأمراض. المشكلة التي نتكلم عنها الآن في موريتانيا هي متعددة الجوانب. فنحن نتكلم عن إجبار للفتاة على الأكل. مسألة الإجبار على الأكل يعني هذا هو بحد ذاته قد يكون عنف ضد المرأة، هو إجبار حتى لو ما تم استخدام أمور أخرى، وله مشاكل صحية. حتى لو كنت تأكل طعام مفيد، ولكن إذا أكلته بالإجبار وأنت لا تقبله، هذا الشيء ممكن أن يؤثر على صحتك، فقد يكون تأثيره عكسي. يعني هبة، ما هو التأثيرات التي يعني يشكلها الأكل الإجباري؟ التأثيرات بشكل عام أنه يعمل على إضعاف الجسم، بيصير في ضعف عام بالجسم، بيصير في أمراض القلب كما تكلمنا، أمراض الشرايين، ارتفاع بالضغط، السكري طبعا هو من أهم الأعراض لهذه الحالة. بشكل عام كل الأمراض اللي الأخرى المترافقة مع السمنة، مثل يعني مثل ما حكينا أمراض القلب والشرايين، طبعا لأنه هذا الموضوع هو بالإجبار ممكن يشكل كمان في اكتئاب. وبعض الإحصائيات بتقول إنه كثير من النساء الذين أجبرنا على السمنة، اللي هي بسموها بالإنجليزي forced fatted، ممكن تأثر، عملت كثير حالات اكتئاب أدت لهذه النساء بعمل أضرار بنفسهن، لأنه هن وصلوا لحال من الاكتئاب بدون يتخلصوا من نفسهم. يعني قد ممكن تسبب لنا حالات قد تسبب إلى حالات انتحار. سنستفيد أكثر يعني هبة بهذا الموضوع. أذهب إلى حنان. حنان، يعني موضوع تحدثنا عن معيار الجمال وقد وظاهرة البلوح، لكن يعني أريد أن أسأل، هناك انحسار لهذه الظاهرة، ظاهرة التسمين، وخاصة لدى الأجيال بعد الطفرة، طفرة التكنولوجيا، الطفرة الإعلامية الموجودة، وقد يكون الانفتاح على العالم بصورة المرأة المثالية. هل فعلا هناك انحسار لهذه الظاهرة؟ وأنت أيضا كحقوقية ناشطة في نواكشوط، هل هناك مبادرات، هل هناك فعاليات تقام، هل تقومون برفع مستوى الوعي لدى الفتيات بموضوع التسمين وأضراره الكبيرة؟
نعم، هناك مؤخرا ظهرت منظمات تكافح هذه التقاليد البالية عفوا، التي قد تكون ظالمة في بعض الأحيان، إذ كثيرا ما يرافق كما نعلم الكسل المرأة السمينة، وطبيا لا ينصح الأطباء بالبدانة لما يترتب عليها من مخاطر صحية وبدنية، وخاصة عندما ترافق الكآبة الفتاة الشابة التي لا تستطيع أن تزاول أي عمل بسبب البدانة. لكن يعني حنان، موضوع العادات والتقاليد ليس موضوع سهل جدا، وحتى أنه ممكن الواحد أن يمحو هذه العادات والتقاليد بأن يمحيها بقلم. هنا هذه عادات وتقاليد متجذرة وقد تكون مستشرية في موضوع، خاصة موضوع الزواج، زواج الفتيات. يعني أريد أن أسألك أيضا على موضوع، ليس فقط موضوع النظرة، نظرة إلى الفتاة النحيفة، هي قد تكون في المجتمع موريتاني محتقرة، يعني وعذرا على هذه الكلمة، لكن هناك الكثير من الشباب لا يتقبل المرأة فعلا الفتاة. المرأة نعم لا يتقبل فعلا الفرق. المرأة السمينة أكثر حظوظ من لدى الرجل من المرأة النحيفة، لم طيب تتغير للأسف نظرة الرجل الموريتاني تجاه المرأة. لماذا؟ لأن السمنة لا زالت مميزات الزواج في بعض المجتمعات طبعا. لماذا طيب يعني هذه النظرة، وخاصة يعني هناك طفرة تكنولوجية معلوماتية، وخاصة حتى هناك من شباب وخريجين جامعات يحملون شهادات عليا لديهم هذه النظرة، ليس النظرة مرتبطة بمعيار معين، لماذا هذه النظرة حنان؟ بسيط جدا، في الدول العربية والدول الغربية ميزة الجمال لدى المرأة أن تكون رشيقة ونحيفة. في موريتانيا وفي الصحراء لدينا الموريتانية لا ينظر إليها كمفهوم جمالي إلا عندما تكون بدينة. نعم. وهذه النظرة النمطية لدى المجتمع تناقلت عبر الأجيال. صحيح. وللأسف لا أظن بأن هذا التقليد البالي برأيي سيتغير. يعني طيب أذهب إلى هبة. هبة، رأيتك تبتسمين يعني وأنت يعني تسمعين أجوبة حنان، يعني ما ردك على موضوع، خاصة موضوع الجمال والسمنة بحد ذاتها، تحدثت عنها بأنها هي مشكلة كبيرة، كيف يمكن معالجة هذا الموضوع؟ أنا ضحكت لأني استغربت أنه معظم الحملات اللي بيقوم فيها أخصائي الصحة العامة بتكون هي محاولة إقناع الشباب بعدم الأكل الطعام الجاهز المليء بالفات بالدهون والزيوت من أجل الحفاظ على أنفسهم. أما أن نقنع الشباب، نقنع الأهالي أن لا يجبرن أمهات بناتهن على الأكل، فهي ما يعني لم أقرأ أي حملة لحد الآن على هذا الموضوع، هو موضوع خطير جدا. صحيح. يعني هبة، يعني هو كما ذكرت حتى هناك في الدول الغربية العكس تماما، يعني هناك من يتحدث على موضوع النحافة ويجب أن تكون البنت رشيقة حتى يتم إن كان زواج أو إن كان خطبة، حتى هناك اتجاه في بعض الدول إن كان في موريتانيا من قبل الشباب فقط وحصرا، يعني أن يكونوا رشيقين، أن يذهبوا إلى الأندية الرياضية حتى يتم ولو ممكن هناك نحافة أو حتى يكون موضوع رياضي. أنا أرى أنه أريد أن أكمل بعض النقاط التي بدأتها في البداية. تفضل. أن موضوع السمنة في موريتانيا يترافق أيضا مع استخدام بعض الأدوية. هذه الأدوية منها ما يعطى للحيوان لكي يتم تسمينه، وتأخذه بعض الفتيات خاصة الفقيرات منهن الذين لا يستطعن شراء الطعام الكافي لكي يجعلهن سمينات. وهذه مشكلة أيضا أخرى، حيث أن هذه الأدوية لها أعراض يعني جانبية. هبة، سنتحدث في الجزء الثاني عن موضوع الأدوية، موضوع حتى الأدوية غير التي تستخدم، في منها قد يستخدم للحيوانات لتسمين الحيوانات وأضرارها الكبيرة، لكن أذهب إلى فاصل قصير، أرجو أن تبقي معي
هبة من لندن وحنان من نوانكشوت. سأذهب مشاهدينا إلى فاصل قصير ومن ثم نستكمل بقية حوارنا. وأيضا في الجزء الثاني من حلقتنا نتعرف على تفاصيل إنتاج فيلم الطفلة 268 وقضية الأطفال اللاجئون المفقودون، والذي سيعرض مساء اليوم على التلفزيون العربي. أما في شباك المهجر فسنتعرف على مشوار عازف البيانو السوري الرياض ني قولا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وقبل العودة إلى نقاشنا نتوقف سريعا مع شباك الشارع ورأي المواطن الموريتاني في قضية التسمين القصري للفتيات. السمنة عند أهل موريتان ظاهرة متعلقة بجمال المرأة، غير معزمة عادت ما هي صحية، وعادت عندها ياسم الأضرار، وتو نحن نحاول نتجنبوها. شئنا أما بينا، السمنة ما زالت هي مقياس الجمال في هذه البلاد، والمقولة القديمة التي تقول إن المرأة تأخذ من قلب الرجل بقدر ما تأخذ من الفراش ما زالت حاضرة في هذه الموريتانيين. وجسم الحالة تفو به ضرقاء على الأمراض والتنسيونات والضغطات وذلك، وخلق أجل لا يعود نحيب شوي. السمنة هذه كانت زينة فعلا عند موريتان، اللي كانت تعد السنن تبلح لمراياك تتخيم ورك جبروا فيها الضرار المرأة في اخبار السمنة وذلك الشيء، وجبروا ياسم الأمراض عاد توجه لأنه وما زالت بس السمنة ما زالت لا مهمة. سبب تمسك المجتمع بجلب السمنة للمرأة يرتبط بالعقلية التقليدية عند المجتمع عن السمنة، عنها من زينة المرأة وعنها عامل جذب للرجل. يعني حنان استمعت معنا لبعض الآراء. الموضوع موضوع، ولو أنه قد يكون الناس تأخذه بشكل أو على محمل من المزاح، لكنه موضوع خطير وخطير جدا، وخاصة موضوع المرأة تأخذ من قلب الرجل ما تأخذ من الفراش. هناك اتجاه الآن، اتجاه كبير من بعض العائلات إلى استخدام العقاقير المختلفة والوصفات الطبية والأعشاب يعني استخدامها لتسمين المرأة، خاصة مع تغير نمط العيش في الصحراء وتغيرت معه وسائل ممارسة عادة البلوح. كيف ترين الموضوع؟ فعلا للأسف يبدو أن الأغلبية لا زالت على موقف واحد، وهو أن السمنة لا زالت مقياس للجمال. كما أسلفت، فعلا للأسف بعض الفتيات تلجأ للحبوب وللأدوية المضرة بالصحة من أجل السمنة، وعلى قطاع الصحة في موريتانيا أن يقف وقف تأمل وتعديل وأن يسحب هذه الأدوية من الأسواق من أجل صحة كل مواطنة وكل فتاة موريتانية. علينا أن نعلم ونعرف بأن الساعة قد أزفت وبأن الزمن قد تغير، والرشاقة والصحة أولا قبل اللجوء لعقاقير قد تؤدي بالصحة. حنان هل هذه العقاقير والأدوية هي مصرح بها ومتوفرة في كل الصيدليات أو في المحلات؟ لا، على ما أعتقد هناك بعض الحبوب يقال بأنها حبوب خاصة بالبقر وخاصة نعم. بالحيوانات صحيح. تستعمل خاصة للحيوانات أساسا، وهي في متاجر بعيدة عن الصيدليات، ولا أظن بأن هنالك ترخيص لها نعم. لهذه الأدوية. طيب. لذلك على الدولة أن تقف كما قلت وقف التأمل وتعديل بخصوص هذه الظاهرة. يجب أن يكون هناك وقفة، ليس فقط تأمل وتعديل، يجب أن يكون هنا مواقف جدية، لأن هناك أرواح مهددة في خطر. هبة، يعني أريد أن أسألك، وأنت من لندن استشارية في الصحة العامة، كميات كبيرة من السموم تعطى لفتيات في موريتانيا وغيرها من الدول الأخرى، هناك حالات كثيرة لسرطان البطن في بعض إقليم وخاصة إقليم السمارة، يعني
ما أعرف كيف ممكن أن نتحدث عن موضوع أضرار هذه الظاهرة، أضرار هذه العقاقير، لو ممكن تحدثينا أكثر عن مساوئ والمشاكل الكبيرة التي قد يعني تأتي من وراء هذه العقاقير. طبعا هاي العقاقير مثل ما حكيت هي بتنقسم لقسمين، في منها عقاقير متواجدة بالصيدليات وهي تستخدم كأدوية لأمراض محددة مثل دواء عقار الديكساميثازون وهو يعني مضاد التهابي يستخدم لعلاج بعض الأمراض الجلدية وأمراض التهاب المفاصل بشكل عام، فهو موجود متوفر بكل الصيدليات ويعطى بوصفة طبية، لكن ربما بعض الصيدليات تبيعه لمجرد الربح حتى لو كان بدون وصفة طبية. هذا النوع من العقاقير إذا أخذ بدون حاجة له، حتى لو بحاجة له هو له أضرار، لكن فما بالك إذا أخذ بغير حاجة. يسبب الكثير من الأعراض الجانبية مثل تجمع السوائل، وهو أساسي أن السمنة التي تنتج عن هذا الدواء هو مجرد تضخم وتجمع للسوائل داخل الجسم وهو غير صحي، هي سمنة شكلية فقط تقريبا، فقط ازدياد بالوزن وانتفاخات في الجسم. أيضا يسبب سعال، ضيق نفس، تباطؤ في نبضات القلب وهي خطيرة جدا، قد توصل للقلب بالتوقف في بعض الأحيان إذا أخذت الجرعة بكمية كبيرة. أما النوع الآخر من الأدوية فهي الأدوية التي تعطى للحيوانات وهي غير مناسبة للاستخدام الإنساني أصلا، وهي لأنها لم تصنع للاستخدام الإنسان، هي صنعت لاستخدام الحيوان، فهي أكثر خطرا على الإنسان وممكن أن تقتل بمجرد بعض الجرعات فقط. يعني وهنا نريد التركيز هبة على موضوع بأن هذه كما تحدثت موضوع أن كانت الجرعات أو العقاقير والأدوية التي تعطى للحيوانات وهي غير صالحة للاستخدام البشري. حنان يعني أريد منك، يعني نحن وصلنا إلى نهاية وقتنا، لو ممكن رسالة قد توجهينها من خلال هذه الحلقة التي نحاول أن نسلط الضوء فيها على أضرار موضوع التسمين، وأريد أن أسألك أيضا على معايير الجمال بالنسبة لك. شكرا لك وشكرا لطاقم برنامج شبابيك. رسالة التي أود أن أوجهها لكل فتاة موريتانية بأن السمنة أو البدانة كانت وأصبحت. اليوم نحن نواكب الحداثة ونواكب العصر وعلينا أن نمشي مع ركب الحداثة، وبالتالي علينا الاعتناء بصحتنا وبجمالنا الذي يكمن في الرشاقة. طيب على كل، شكرا لك حنان محمد سيدي، صحفية وناشطة حقوقية من نوانكشوت، شكرا جزيلا لك، وأيضا من لندن هبة عجمي استشارية في الصحة العامة، شكرا جزيلا لكما. والآن مشاهدينا إلى فيلم الطفلة 268 الاستقصائي الذي سيعرض ضمن برنامج شيفرة اليوم مساء في 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت غرينتش على شاشة التلفزيون العربي، وهو عبارة عن تحقيق استقصائي يفتح ملف الأطفال اللاجئين الذي فقدت آثارهم في الدول الأوروبية بعدما وصلوا إليها لاجئين، وتحديدا قصة الطفلة ميرا التي تبلغ من العمر 6 سنوات والتي غرقت عائلتها بالكامل قبل أن تنفذ في أوروبا. نشاهد الفيلم الترويجي للفيلم ومن ثم نبدأ نقاشنا. ما كان معبرا لحياة أرحم فجأة صار تابوت الدفن، إنه في مركب غرق، لكن صورة عشوائية أحيت الأمل الغارق. Now from which place? Very difficult that they let this girl to go out of the system. In a lot of cases, they go missing because of exploitation. I don't know her. You don't know her. Magari attraverso il ministero, provo. Anche una scomparsa di loro. Noi sappiamo che arrivano, ma una parte di loro scompaiono. الطفلة 268
وستون. موجود بين الصور الناجية وأخذ رقم ومصورين هذه الرقم. شيفرة. وينضم إلينا من عمان خالد الدعوم الصحفي ومعد فيلم الطفلة 268. سيد خالد أهلا بك. يعني في البداية لو ممكن نظرة سريعة على الفيلم الذي سيعرض اليوم على شاشة التلفزيون العربي. مساء الخير أولا، يعطيك العافية. يا أهلا بك. طبيعة الحال الفيلم احنا بنتكلم عن قضية اختفاء الأطفال المهاجرين اللي بيخرجوا عبر الموانئ العربية باتجاه السواحل في إيطاليا وفي السواحل الأوروبية بشكل عام. الفيلم بتكلم عن قصة طفلة سورية عبرت عائلتها لشواطئ إيطالية، شواطئ جزيرة صقلية من ميناء زوارة في أغسطس 2014، وفقدت آثار هاي الطفلة بعد ما غرق هذا المركب. طبيعة الحال المركب كان في كارثة إنسانية فيه. نعم. غرق المركب في عرض البحر، وكانت كانت الطفله مع عائلتها المكونه من الاب والام واختها الصغيره واميره الجوابره. طيب كانت هاي. نعم تفضل. يعني خالد هي قصص واقعيه وقصص حقيقيه تحاول نسرد بشكل يعني فيلم عن طريق فيلم. طيب اريد ان اسالك خالد، ما الذي دفعك الى يعني انتاج وتنفيذ هذا الفيلم، وخاصه بان مثل هذه الحوادث ليست جديده في اوروبا؟ هناك اختفاء لاطفال منذ قبل حتى 2010. الدافع الأساسي لهذا الفيلم هو دافع إنساني بالبداية. إحنا القضية الطفلة ميرا خصوصا هي أو قضية المهاجرين عموما تناولتها الأفلام الوثائقية والأفلام الشخصية بشكل كبير، ولكن كان في خصوصية للطفل لفيلم الطفلة 268 إنه لأول مرة في فيلم بيتكلم عن قضية الأطفال المهاجرين العرب، وخصوصا قضية ميرا. القضية كانت متواصلة من 2015، وكان في تقصير من جهات عديدة في البحث عن الطفلة، وكان صحيح. في تقصير من الجال. تفضل. هذا التقصير دفعنا انه احنا نحمل هذه القضيه ونحاول نبحث عن اثار لهذه الطفله حتى نطمن اهلها اللي كانوا لحد الان هم بيتابعوا قضيتها وبيتابعوا ملفها. هاي الطفله كان عندهم مراسلات كثيره مع السفاره الايطاليه في عمان، وكان لهم مراسلات مع الجاليه السوريه في ايطاليا، وكان لهم مراسلات مع اعضاء من الائتلاف الوطني السوري، ولكن للاسف من ذلك التاريخ لم يصلوا الى نتيجه واضحه في خصوص هذه الطفلة. طيب خالد، احنا في هذا الفيلم استطعنا. طيب يعني طبعا. عذرا لضيق الوقت، هناك بعض التقارير تحدثت عن هي كشفتها وكالة الشرطة الأوروبية عن 10,000 طفل في أوروبا، منهم 5,000 طفل في إيطاليا لوحدها، 1,000 طفل في السويد، 4,000 موزعين على أوروبا لم يعرف. هناك من يتحدث على موضوع بأنه قد منهم من استغل جنسيا، استغل ماديا، استغل جسديا، تجارة الأعضاء، الجريمة المنظمة. هل يعني هل لديك تصور أكبر عن هذا الموضوع؟ هو الفيلم راح يكشف عن قضية مهمة. أولا هي الجهات الأوروبية بمختلفها، الجهات الحقوقية والجهات الرسمية، هم معتمين على قضية اختفاء الأطفال. يعني الشرطة الأوروبية احنا تواصلنا معهم بخصوص طيب. 10,000 طفل والتصريح، ولكن أنكروا قضية الأطفال وأنكروا أنهم صرحوا هذا التصريح، وقالوا أنه هذا التصريح هو تصريح من شخص في شرطة اليوروبول، وهم غير مسؤولين عنه. في كثير من المنظمات الحقوقية أيضا يعني متراجعين عن قضية عن الأرقام اللي تكلموا عنها. منظمة RFA في النمسا قالوا لنا خلال اتصال معهم أنه هناك أكثر من 10,000 طفل مختفي مسجل، ولكنهم تراجعوا عن أي معلومة يمكن أن يطرحوا عنها في طيب خالد بشكل هذا أولا. بالنسبة عذرا بشكل سريع، يعني ماذا تعد الجماهير من خلال هذا الفيلم؟
اولا الفيلم اليوم راح يبث الساعه 10 في او 10 بتوقيت عمان. نعم. ولكن مصير الطفله احنا راح نكشفه بمصدر رسمي ايطالي. أه. وهو المصير اللي احنا راح نعتمده. نعم. لن أقول لك الآن هو المصير اللي احنا وصلنا له في الفيلم. في نهاية الفيلم سيكون واضح للجميع مصير الطفلة ميرا الجوابرة التي اختفت آثارها من عام 2014. طيب على كل يعني نحن بالانتظار فعلا سننتظر عرض هذا الفيلم وكلنا شوق لمعرفة ماذا سيكون مصير الطفلة. على كل شكرا لك خالد الدعوم الصحفي والمعد لفيلم الطفلة 268 الذي سيعرض اليوم مشاهدينا على شاشة التلفزيون العربي. ونطير الآن إلى ليبيا حيث اكتشف مزارع ليبي مقبرتين أثريتين في ظل إهمال وتجاهل حكومي. تحتوي المقبرتين على قطع أثرية تنتمي لعصور ما قبل الميلاد في قرية تكلا شرق بنغازي والمعروفة بانتشار الآثار غير المكتشفة. اكتشفت مقبرتين، مقبرة الأولى مقبرة غريقية والمقبرة الثانية مقبرة رومانية، وهذه المقابر موجودات في المزرعة والدولة طبعا مش أول مرة هذه نكتشف الآثار، هذه ثاني مرة. القناه الجنازيه هذين منهن فخاريه وفيهن عمله نقديه وفيهن شويه قزاز يعني من ويقال ان المجموعه الاثريه في المدافن، هذه المدافن من القرن الرابع والقرن السادس والقرن الثاني قبل الميلاد. من ناحية الأثرية المدينة تعتبر ثاني المدن التي أسسها الإغريق في ليبيا، حيث أسست في الربع الأخير من القرن السابع 620 قبل الميلاد. سميت في السابق بتخيرة من ثم أطلق عليها أرسنوي من ثم تم تحريف اسم تخيرة إلى أن أصبحت توكرة. من أهم المعالم اللي في المدينة المحاجر الغربي والشرقي، الكنيسة الشرقية، أسوار وأبراج المدينة طبعا، والمقابر أيضا مجموعة من المقابر التاريخية البيزنطية والرومانية والإغريقية والرومانية. الأولى سلمت 22 قطعة فخارية و17 قطعة نقدية لمصلحة أثار توكرة، وثاني المرة هذه خذيت المواد وحطيتها عندي في الحوش للحكومة باش أقل شيء الدولة تدير قيمة للأثار وتدير قيمة للناس اللي تلقى في الأثار وتسلم. يعني أعتقد مشاهدينا لو كان لدينا كم شخص مثل إدريس لأكثر من نصف آثارنا الموجودة في أوروبا
حاليا هو موجودة في دولنا العربية. أما الآن مشاهدينا موعدنا ككل اثنين مع شباك المهجر، وضيف هذا الأسبوع هو عازف البيانو السوري رياض نيكولا. وبدأ رياض بدأ مشواره الفني في عالم الموسيقى من عمر 6 سنوات، وكان أول ظهور له كعازف منفرد مع فرقة أوركسترا في سوريا بعمر 10 سنوات. هاجر إلى بريطانيا لدراسة الموسيقى وشارك في العديد في المسابقات الموسيقية العالمية وحصد من خلالها الجوائز الأولى. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. أنا اسمي رياض نيكولا، عازف بيانو من أصل سوري من حلب تحديدا، ومقيم حاليا في لندن من سنة 2005. بعتبر أن الموسيقى بتشغل قسم كتير كبير من حياتي اليومية، وأنا كتير مبسوط أنه عم بمارس المهنة اللي إلي إلى شغف كبير. أول فترة عشتها بحلب، أول 15 سنة كانت فترة كتير مميزة، وهون بدي أتشكر أهلي يلي اكتشفوا موهبتي بسن مبكر، وكان عندي الفرصة أنه أطلع على المسرح بسن 6 سنين. من أجمل الأيام الطفولة يلي عشتها هي بالمعهد العربي للموسيقى اللي عندي فيها ذكريات كتير كبيرة. من وقت ما كان عمري كتير صغير كان عندي هواية المشاركة بالمسابقات العالمية لآلة البيانو، طبعاً هالشي بتضمن تحضير منهج طويل لمدة 2 ساعة مع كونشيرتو مع أوركسترا وتشامبر ميوزيك. أول مسابقة خطة في عمر 14 كانت بالمسابقة السورية الوطنية اللي قدرت أشارك فيها بافتتاح دار الأوبرا مع الفرقة السيمفونية والكورال الوطني. تاني مسابقة خطة في عمر 15 واللي غيرت مجال حياتي هي مسابقة لندن العالمية لآلة البيانو. هالهواية هي مستمرة لحتى الآن، وعندي عدة جوائز بعد مسابقة لندن عالمية مثل فرانسي بفرنسا، زايلر باليونان، نورا ساندي أورد باليوكي، وبوزوني بإيطاليا. أنا بعزف موسيقى كلاسيكية من عدة عصور، من عصر الباروك باخ لعصر الكونتمبوري. عزفت كثير مؤلفات ومقطوعات لمؤلفين عرب اللي كان عندهم مزيج فريد من اللحن الشرقي والهارموني الغربي، مثل ضياء السكري والحجار وكريم رستم. كارتيست من شركة الكاونتس أوف مانفر تراست وتيلت تراست يلي مدني بالعديد من الحفلات المنفردة في أكثر من 50 جمعية موسيقية إنجليزية، وحتى مع أوركسترات مثل لندن تشامبر أوركسترا، Young Symphony Musician Orchestra، وقاعات في لندن مثل رويال ألبرت هول، باربيكن سنتر وغيرهم. بالإضافة للعزف والحفلات بدرس حاليا في الجونيور ديبارتمنت لجامعة جيلد هول وفينشل ميوزيك سكول. بنبسط كتير وقت بدرس الشباب اللي مهتمين بالآلة وبتعلموا مني وبتعلم منهم بمجال بعتبره ما له نهاية. رغم أنه أنا سوري وبعزف على آلة غربية، بعتبر أنه اللغة الكلاسيكية اللي نحن بنعزفها هي لغة عالمية كل الناس بتقدر تتجاوب معها، وبعتبر هذا الشيء اللي بيجمع وبيميز الموسيقى والألحان الكلاسيكية. Thank you.
ونذهب مشاهدينا إلى فرنسا وصغيرة الباندا ميني يوان زي والتي تم تغيير اسمها لبريدجيت على اسم بريدجيت ماكرون سيدة فرنسا الأولى، وتعتبر الباندا أحد أدوات القوى الناعمة الصينية. أترككم مع لقطات للصغيرة ونراكم في الغد في السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت غرينتش، وفي رعاية الله.